السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو خفيف ظريف، كنت غادي نصايب القليه للدراري وقلت علاش ما نشارك معكم الطريقه. تتجي لذيذه بالناس العشاق ديال الشكلاط والكاكاو. غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي تتجي غزاله، راه ماشي محروقه البنات، هذيك القليه راها مطيبه بالشكلاط والكاكاو. غادي تجوا تشوفوا معايا المقادير اللي هما بساطين بزاف بزاف. هانتوما البنات، عندي هنا نص كاس ديال القليه، العبار ديال العنبه نص كاس، غنحتاجو شويه ديال الملحه كيف ما تتشوفوا، غنحتاجو 3 ديال الحبات البنات ديال الشكلاط، ومعلقه ونص ديال السكر سنيده. يمكن لكم ديروا غير معلقه بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش الحلاوه بزاف. انا درت معلقه ونص و3 ديال الحبات الشكلاط، معلقه ونص ديال الزيت نباتيه، وغنحتاج معلقه صغيره ديال الكاكاو تكون عامره مزيان، وشي طاوله البنات ضروري تكون ثقيله. الا ما كانتش ثقيله ما ننصحكمش ديروا هذه الطريقه، هذه تكون طاوله ثقيله. هانتوما شفتو درت داك معلقه ونص ديال الزيت نباتيه، غندير كلشي البنات في مره واحده ساهله ودغيا تتوجد. غندير داك نص كاس ديال القليه كيف ما تتشوفوا، ونزيد 3 الحبات الشكلاط، وغادي ندير معلقه ونص ديال السكر سنيده. يمكن لكم ديروا غير معلقه، قلت لكم اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف. وغندير البنات شويه ديال الملحه، راكم عارفين ضروري خصنا شويه ديال الملحه مع الحلاوه باش يجي المذاق. راه تجي البنات تتحمق، نتمنى انكم تجربوها، ما غاديش يشبعوا منها الوليدات. ها كنبدلو لهم مره مره كيف ما شفتو. انا درت شويه ديال الملحه، وغادي نزيد ديك المعلقه عامره نتاع الكاكاو البنات، الكاكاو المر ماشي الكاكاو اللي حلو، الكاكاو المر. هانتوما معلقه عامره صغيره ضروري ديروها تكون عامره ملوءه. صافي البنات، وغادي نكمل دابا معاكم كيف ما غادي تشوفوا. غادي نديها نحرك هادشي مزيان من الاولى، وغادي نديه فوق البوطه ضروري البنات تحركوا مزيان. صافي البنات، انا شعلت عليها البوطه وغنعاود نزيد نحرك مره مره، نحرك ما حدا مازال ما بدات تطرطق، ضروري مره مره نحرك باش ما يلصقليش داك الشكلاط. هانتوما كيف ما تشوفوا، وناكد عليكم البنات خص تكون طاوه ثقيله او شي حاجه فين غادي طيبوها تكون ثقيله، الا كانت خفيفه غيتحرق لكم الشكلاط وتولي لكم مره. صافي البنات، نبقى هكا مستمره في التحراك، وغادي نغطيها ونخليها حتى تبدا تطرطق، ونبدا نحركها ضروري تبدا تطرطق، نبدا نهز الطاوه. هانتوما تشوفوا بحال هكا، ونحركها ونعاود نحطها. طريقة راها واضحه البنات، هي بدات انتما شفتوا مع سخنات دابا المقله هي بدات تطرطق. انا نوريها لكم شتي داك الشكلاط كي تيطلع للفوق، انا نعري لكم تشوفوا. صراحه راه تجي البنات زوينه، وما تنساوش البنات التحرك ضروري تحركوها. انتما البنات انا تنعري لكم مره مره، ولادي واقفين حدايا تنعريها لهم يشوفوها. انتما كيف ما شفتوا، ودائما حركوا تبارك الله، راه تجي غزاله ولذيذه بزاف، واحد المذاق مغاير. وهانتوما العافيه البنات ما مجهداش بزاف. صافي غادي نحيدها من الطاوه، هانتوما غتشوفوا معايا البنات. لا بغيتوها تجيكم تبقى لكم مجموعه، ديروها في شي جبانه ولا في شي سوبيره تبقى لكم فاش تبرد تتولي مجموعه هكا لاصقه. بغيتوها هكا مفرته ديروها في شي بلاطو وخليوها تتبرد، لان فاش تبرد داك السكر مع الشكلاط تتلصق. هانتوما انا نديرها في هاد السوبر هادي، وغادي نوريكم اللي غادي تبرد. هانتوما البنات غادي نخويها كامله، وغتشوفوا بانها راه ما لاصقه ليا لا في الطاوه لا حتى شي حاجه داكشي، بس باش اكدت عليكم تكون شي حاجه ثقيله. غنخويها كلها هانتوما، ضروري البنات تحركوا تحركوا باش دوك شي حبات لا ما تلبسوش داك الشكلاط والكاكاو تيتلبسوا بالتحركه. هانتوما البنات شي دوك الحبات بقاو ليا شي شويه تما ما طرطقوش، لان ديك الطاوه فاش درتها انا شويه صغيره بالحق هي اللي عندي ثقيله بزاف. كيف ما شفتوا نوريكم الطاوه بانها نتوما البنات ما لاصقه ما حتى حاجه ما محروقاش، لان لا تحرقات صافي ما بقاتش صالحه ديك القليه. صافي البنات نخليها تبرد، نخليها تبرد مزيان، ونقلبها لكم في واحد الطبسيل وتشوفوها. راه تجي البنات غزاله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوه لوليداتكم وتردوا عليا. هي البنات من بعد ما بردات صافي غادي نقلبها، واخا مازال ما بردتش مزيان، ولكن غنوريكم بانها راه تتبقى نتوما شفتوا تتبقى كتله وحده مجموعه وتتجي مقرمشه، وراه باقا سخونه الا بردت راه غتزيد تماسك. صافي البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج البنات، الله يجازيكم بالخير. نتمنى انكم تبارطاجيو القناه، والى فرصه مقبله ان شاء الله. بسلامه عليكم.